أصالة صديقة صريحة لدرجة أوفر شوي أوفر صراحتها يعني كتير كبيرة. هيدا بسبب اللي لمحت عنه أصالة مايا. بشو؟ قالت إنه في فنانة وصاروا يقولوا قالكم عم تقصد من وراها مايا دياب، إنه هي صديقة لإلي وأنا بحبها، بس إنه تنزل سينجل معقول، بس تنزل ألبوم هيدا ثقة زايدة. كانت قصدتك أنت بهيدا التعليق؟ أيضاً ما بعرف عن هيدا الموضوع شيء. كان في لها تصريح وتعليق وتغريدة. نونو أنا هلأ جاوبت عن طريقتها بالحياة لأصالة، إنه أنا بعرفها لأنه عن قرب، يعني هي حدا هيك بيقول كل اللي بقلبه، ويمكن هيدي صفة باي ذا واي. بس شو رأيك هذا الموضوع؟ ما بعرف شو رأيك بفنك مايا باللي بتقدمي، شو بتقول لك أصالة؟ ولا مرة عرفت رأيها، ما سألتها. أنت صديقة بس ما سألتها. مثلا بتقول لك حلوة، مبروك غنيتك، حبيت ما حبيت، رأيها هيدا هو عادة بتحب بتقول لك كل مرة حبيت.